الرجل الاعرابي وجد ان الشمس اوشكت على الشروق، قال خلاص بلاش سفر اليوم، بكره ان شاء الله نصلي يمكن الشيخ يخفف. فسأل الشيخ كان يقرا في سوره ايه؟ سوره البقره. قال طيب. جيتني يوم واحد من المريدين همس في وزن ابو حنيفه يا امام في واحد على سفر، ومن كان يعني يصلي بالناس وليخاف انه المريض والضعيف وايه وده الحاجه، هو ده من اصحاب الايه الحاجات اهو. فابو حنيفه قال خلاص بسم الله. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ راح الراجل خارج من الصلاه واخذ البتاع معاه العزال وطالع حط على الدابه، فواحد جاي متاخر قال هل انهى ابو حنيفه الصلاه؟ قال لا اسكت، بالامس قرأ البقرة فضاع عليه السفر، اليوم بدأ في الفيل. حلني دي يمكن يخلص على الظهر دي سبحان الله. فين بقى شوف فين 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 كبير سبحان الله. وهذا على فهم الرجل لكتاب الله سبحان الله. المهم نسأل الله ان يرزقنا هذا الفهم ان شاء الله، فهم القلوب وفهم العقول وفهم التطبيق. يبقى كان فائدة الى الان لك في المسجد فوائد سبع. اول شيء اخذ مستفادا بالله او رحمة مستنزلة او علما مستظرفا. العلم سبحان الله، كنت في 3 سنوات في محاضرة في المانيا، وقف احد الاخوة قال يا شيخ انا والله من فضل الله ربنا من علي بالصلاة من 6 اشهر فقط. طب الحمد لله. قالوا انا عمري 50 سنة. طب الحمد لله ربنا هداك للصلاة. قال بس في شيء غريب يحصل لي في المسجد. قلت له خير؟ قال انا ادخل المسجد اقف في الصلاة اجد اللي على يميني يحط رجله جنب رجلي، واللي على شمالي يحط رجله جنب رجلي، ابعد رجلي من هنا يلاقي الثاني لاصق رجله. فسالته ايه يا اخوانا الحركه العجيبه دي؟ قالوا حتى لا يدخل الشيطان بيننا. الكلام ده يا شيخ صحيح ولا غير صحيح؟ ده الكلام ده صحيح. قال لا حول ولا قوه الا بالله. ده قالوا لي انك شيخ متفتح وتفهم في الامور. طب وايه هذا التفتح والرب؟ قال يا شيخ خلي شيء من العقل عندكم، شيطان ودخل المسجد اتركوه يمكن ربنا يهديه. ولا عنده امل ها؟ انا مش ضامن انتوا بتطردوه ليه؟ خلي يمكن ايه يعني ربنا سبحانه. هذا رجل عنده ايه؟ امل في الحياه او امل في الخير او امل في الاله. اللهم ارزقنا املا في نصر الاسلام وعملا يقربنا منك يا رب العالمين.